حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم من يومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدية حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، وأيضا من يسكن دول الجوار والأشقاء العرب ومن يسكن دول المهجر يقدر يتصل بنا على واحد من ذني الأرقام اللي تشوفوها أمامكم الآن. عندكم أربع أرقام للاتصال، ذني رقمين دوليات وعندنا رقمين داخليات. أما اللي ما عنده إمكانية، اللي ما يقدر يحصلنا بسبب انشغال الخطوط، اللي ما يقدر يحصلنا بسبب أنه ما عنده رصيد، اللي ما يقدر يحصلنا لأنه مثلا ما يقدر يحكي، في كل الحالات تقدر تدزلنا رسالة. إذا ما قدرت تتصل بينا مع الأسف، الرسالة تكون على هذا الرقم. هذا الرقم مثل ما تلاحظون المكتوب هنا للمشاركة عبر الرسائل، رقم الواتساب ما مخصص للاتصال إخواني الأعزاء، فاللي يقدر يتصل بينا أهلا وسهلا على أرقامنا الأخريات، واللي ما يقدر يدزلنا رسالة على هذا الرقم. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نعرف الرسالة وصلتنا من منه ومن وين، ونقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية هو اليوم الفاصل في العراق. هذا الفيديو اللي شفتوه قبل 19 سنة، هذا الفيديو اللي كانوا العراقيين موعودين بتغيير حياتهم بشكل كامل، بإنهاء آمال أطفال العراق، بتدمير عجلة الحياة في هذا البلد، بجعل هذا البلد اللي تشوفوه اليوم والقادم باتصالاتكم، وأنتوا أكدتوا هذا الشيء، الشعب العراقي ده يتوقع أن يكون قادم أسوأ من الأول أو من السابق. هذا الفيديو اللي شفتوه هو الغزو الأمريكي البريطاني 30-60، جقد كانوا ويا أمريكا وبريطانيا من تحالف اللي غزوا البلد في عام 2003. هذا الغزو اللي صار على الرغم من عدم وجود قرار من مجلس الأمن الدولي، هذا الغزو اللي صار على كذبة أنه العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، هذا الغزو اللي صار وكانت أكو وعود من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل رئاسة الوزراء البريطانية ومن قبل كل الدول أن يكون مستقبل العراق مزهر، اللي يوعد بالديمقراطية واللي يوعد بالرفاهية واللي يوعد أن يكون العراق نموذج واللي يوعد أن يكون العراق الشعب مرتاح، كل هاي الوعود ما تحققت. فأنتم يعني كعراقيين شلون تنظرون لهذا الغزو؟ موقفكم اليوم وراء 19 سنة من الغزو الأمريكي البريطاني الصهيوني الإيراني، حسبوهم كلهم، شنو موقفكم من هذا الغزو اللي صار بهذا البلد؟ وراء 19 سنة شلون تشوفون حال العراق من هذا الغزو اللي وعدوا أن يكون العراق به يعني مرتاح ماديا ومعنويا ومرتاح بالتكنولوجيا ومرتاح في الصناعات ومرتاح في حياته وأن يكون نموذج إلى المنطقة؟ نعم، هو العراق اليوم نموذج بالفشل. الحكومة أو ما تسمي نفسها بحكومة في بغداد هي نموذج للمنطقة في الفشل، الفشل في كل شيء، إدارة مقدرات البلد، إدارة خيرات البلد، إدارة النفس البشرية أو العقول البشرية، إدارة كل شيء بالبلد اليوم فاشلة، فهو نموذج في هذا فقط. وعدوا بالديمقراطية، فهل تتوقعون أن العراق اليوم بي ديمقراطية أم لا؟ وعدوا أن تكون بالعراق أكو رفاهية، أنتم شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ وعدوا بال2003 أن يكون العراق يختلف عما سبق 2003. اليوم بال2022 شنو تجاوبون على هذه الوعود؟ صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم أستاذ أسد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية الغزو الأمريكي البريطاني على العراق وتدمير العراق بحجة كلها كاذبة، ويعني متفقين على تدمير العراق وتدمير البنية التحتية الشاملة للعراق، سواء كانت جيش أو أجهزة أمنية،
او دوله حقيقيه. فاجونا باكاذيب من مجلس الامن والناس اللي على ظهور الدبابات ان العراق يمتلك اسلحه نوويه وكيمياويه وغيرها واسلحه بيولوجيه، وطلعت كلها كاذبه. وعلى تقاريرهم اللي تصدر من بريطانيا ومن غيرها يعني طلعت كلها تقارير مزيفة ان العراق ما كان خطر على المنطقة ولا يمتلك اسلحة دمار شامل. اذا الغاية من جيتهم كاحتلال العراق وتدميره هي هسه بينت في سبيل يسلمون على العراق على طبق من ذهب الايران. وهاي الخيرات اللي موجودة بالعراق صار 19 سنة يستنزفون بيها ويسحبون بيها من نفط وكل شيء، يعني كل خيرات العراق جاي يسرقوها من ذهب وغيرها. يعني جون بحجج ان حريه وديمقراطيه وطلعت كلها كاذبه. جابوا لنا مجاميع لصوص من حزب الدعوه والاحزاب الاسلاميه ومجلس اعلى وحرس ثوري وغيرها وحزب الله ودول الميليشيات الولائيه كلهم جمعوا على ظهور دبابات واستلموا الحكم من 2003 ولحد الان دمروه للمجتمع العراقي. هذا النسيج اللي احنا كنا عايشين اخوه بالعراق سواء الكردي او الشيعي او السني دمروه، هاي حتى الطائفيه هم جابوها. شنو اللي استفادينا احنا من امريكا وبريطانيا والتحالف اللي هو يشكل اكثر من 38 دوله لزم العراق؟ يمكن قتلهم بال 3 مليون 4 مليون، تهجير 3 مليون 4 مليون، السجون انملت بابناء السنه، دمر من المناطق كلها، ما سووا اي انجاز يذكر لهم. لا بنوا مدارس، لا بنوا مصانع، المصانع كلها تم تعطيلها، وكأنهم بأمريكا وبريطانيا وحلفهم من حكام العرب يريد يدمرون هذا العراق، الجيش القوي، هذا الصرح العلم اللي عندنا، التجارة، الصناعة، الزراعة، يريد يدمرون، ما يريدون عراق يعني قوي بالمنطقة في سبيل تصير إسرائيل الكبرى وفي سبيل إيران السيطرة على المنطقة اللي كان العراق مصد للبوابة الشرقية بالضد من إيران. إيران اللي هسه أطماعها بينت مو بس على العراق، بينت أطماعها على الخليج وعلى سوريا وعلى اليمن وعلى لبنان وعلى كل الدول العربية أثرت عليها إيران. كان العراق وجيش العراق مصد ضد هذا المد الفارسي اللي احنا هسه حاليا نسينا الغزو الأمريكي، قمنا حايرين هسه حاليا بالغزو الايراني الفارسي اللي امريكا سلمت لهم اياه ودمرونا، وهم حكام العرب بالدرجه الاولى. يعني من محاربه العراق من 91 ولحد الان هم بالضد من العراق، كل حكام العرب بدون استثناء كانت مواقفهم سلبيه تجاه العراق وشعب العراق، وكلهم شاركوا بالغزو، وكلهم كانت عندهم بالخليج قواعد امريكيه تقصف بغداد من 91 لغايه الان. هم متآمرين على العراق، ما يريدون العراق ينهض. هذا الاسد اسد الامه العربيه العراق، ما يريدونه يعني يبرز، يريدون يظلون هم متآمرين ويطبعون مع اسرائيل مثل الامارات وغيرها والسعوديه ومصر. يعني ما اقصد الشعوب العربيه هذول اخوتنا، اقصد من يحكم هاي البلدان اللي اللي اللي, اللي كل ما ضرتنا بسبب حكام العرب وامريكا وبريطانيا. اللي جاي نعاني منه من هذا تهجير وقتل وتخلف وطائفيه ونقص خدمات كله بسبب حكام العرب لانهم متآمرين. وهاي الجامعه العربيه اللي مع الاسف ما عندها اي انجاز يذكر لاي بلد عربي، يعني ما عندها موقف ايجابي لكل البلدان العربيه، لا القضيه الفلسطينيه ولا الشعب السوري ولا في لبنان، الازمه الماليه في لبنان ولا في اليمن ولا في السودان والصومال، كل البلدان العربيه تعاني والجامعه العربيه تخدم مصالح الحكام العرب فقط وقراراتها كلها بالضد من الشعوب العربيه. نعم نعم، شكرا شكرا لك اخ صباح. ابو عراق من الفلوجه، حياك الله يا ابو عراق. السلام عليكم اخوي استاذ افل. عليكم السلام والرحمه. استاذ افل، اكو مقاطع فيديو قديم عندكم، مو ال 33 دوله مستقبلوها العراقيين استقبلوهم بالورود وقالوا راح يجيبون الديمقراطيه بسلفنا. ما هو الشعب هم راضي بها التصرفات يا استاذ افل. بالنسبه مو ديمقراطيه، هي مؤامره استاذ افل الله يخليك، مؤامره على العراق، على الشعب العراقي، مؤامره خارجيه حتى داخليه. يعني هسه احنا امريكا راحت ولا انقلعت، مو هسه ايران عمها سنين خلاص خلاص، بس من ايران امريكا اخذت حقها وراحت، بس وايران هاي اللي متوغله هسه بالعراق.
اللي جاي تضرب المصانع وتضرب الاقتصاد وتضرب هاي ايش راح يخلصها من عندها؟ وبالنسبه يا استاذ افل الله يخليك ترى الشعب هم تقصير عنده مستقبلهم بالورود بس تعالوا خلصونا شو تخلصك عمي؟ هاي ثالث اللي ردتوا انتوا هاي ثانيها منو راح يتحمل الشعب العراقي؟ هم رادوها استاذ افل الله وكيلك هي مغامره رادوها تصير هيك هي فلتان حتى بكيفهم براحتهم ويخلون ايران الطوب وغير غيرها يا عمي ويا عمي ولدي على الشعب العراقي اريد العراق الشعب العراقي يصحون الى متى راح اضليك يا استاذ افل؟ لي وين يعني؟ لازم واحد هسه من يمشي في طريق الى نهايه نهايتها على الشعب العراقي وين؟ والله داخل يا استاذ افل يعني راح اضل هيك يعني تتوسل بالحكومه عمي يا حكومه توسلون بها ما هي الحكومه اللي تقتل ما هي الحكومه اللي تهجر ما هي اللي لعبت فينا وجاي والله تتوسل بيهم يا استاذ افل الله يخليك احنا نريد الشعب العراقي يصحى اذا ما يفكر بنفسه خليه يفكر بالاجيال اللي القادمه بصير اولادنا وين راح اصير استاذ افل؟ الله يخليك، والله تعبنا، والله ملينا يا استاذ افل. اخوتنا بالجنوب ما يشرب معدوم مجاعه يا عمي مو هيك يا عمي يا شعب العراقي ما ناشد على الحكومه ناشدكم انتم يا شعب العراقي اصحوا كافي عاد وانا اشكرك اخوي. شكرا 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 لك ابو عراق. طبعا عام 2003 هو عام ما يقدرون ينسوا العراقيين لأنه هذا العام اللي تغير فيه كل شيء في العراق وبدأت عجلة الحياة مو تدور تتكسر. بعد الغزو قدرت إحدى الصحف وجود 30,000 ضحية عراقية حتى أبريل أو حتى نيسان من عام 2003. هذا الرقم يعود إلى مقابلة أجراها الصحفي بوب وودورد مع وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد. مقالة نشرتها صحيفة الجارديان في عام 2003 تحديدا في شهر أيار أن انتهاء حرب العراق اللي دامت 5 سنوات كاتبين مقتل 1,000,000 شخص في الفتنة الطائفية وذلك استنتاجا من معدلات الوفيات اللي تتراحت ما بين 3% و10% الموجودة في الوحدات المحيطة ببغداد حتى نهاية عام 2006. دراسة أجراها مشروع بداء للدفاع في معهد كومنولث بمدينة كامبريدج في ماساتشوستس في 20 تشرين الأول من عام 2003 أن الموت المحتمل شمل حوالي 11,000 إلى 15,000 عراقي أكثر من نصفهم مدنيين غير مسلحين وذلك في الفترة الواقعة ما بين 19 من آذار عام 2003 حتى نهاية شهر نيسان من عام 2003. عدم وجود إحصائيات رسمية في تلك الفترة بسبب أنه الإعلام الغربي شوه كل شيء ما يحصل في ذلك البلد. علاء من البصرة ويانا، حياك الله يا علاء. الله يحييك، تحياتي لك وللكادر، ربي يحفظك إن شاء الله. هلا بيك يا الغالي. حياك الله أخي. إحنا تغير عندنا الفقير تجي لك كارت من البنك إذا تروح تعالج مستشفى مالك شغل عندك كار صحي تروح تعالج بأي دولة بالعالم شو تغير رحمة الوالدين؟ إحنا خلصنا من الاحتلال الأمريكي الأوروبي الصهيوني إحنا بيد احتلال الدول الجوار وإيران والأحزاب والعماني شو تغير عندنا يا معود؟ ناس كاتل الفقر كاتل الجوع بلد دمرت الأحزاب وعدها هاي الأجهزة القمعية إذا يطلع الشعب ينتفض تطلع الأجهزة القمعية إحنا اعتقلونا بالتظاهرات بالاستخبارات من الاخوان من الدق ودعتك لقينا ناس وكفي لك الله عندك شيء ما عندك شيء شلون بعد الزين يريدون عدد عندك شيء ما عندك شيء مديرية الامن تعذبك لحد ما تاخذ من عندك اعترافات شنو تغير يا معود؟ وين ما تغير شيء جوع فقر سكن ماكو عيشه ماكو مستقبل ماكو كفي لك الله هسه من الناس الشرفاء هسه لو اكو دوله شريفه وعندها غيره كفي لك الله ما حد يضل بالعراق ناس كتلت جوع كتلت الفقر بس تناشد منه أمريكا الصهيونية دول الجوار الإسلامية تدعي الإسلامية اللي هي كل جهة حطت لها حزب بالعراق
هذا الكاظمي مسيلمة الكذاب وواحد كذاب يسطر علينا الورقة البيضاء ومدري الورقة السوداء. ما من هو من هو هالسائرون على الخمط والبوق؟ من هو عمار الحلبوسي البرز؟ والله مستفاد بس البرزاني بيه. هو يقول لك أنا مو عراقي، أنا أمريكي، شدي يسميني يسميني أنا ولاء الأمريكا والصهاين. هو بس هو المستفاد. شنو حصلنا إحنا المعتل؟ المشكلة إحنا بالعراق ما عندنا صاحب، لا ولا عن الأمريكان ولا ولا الإيرانيين ولا ولا الصهاينة بالصراحة. بس المشكلة ماكو يجينا واحد يخلص هالناس من الشرفاء من الجسم. عندنا ناس تتبع تعبد الأعمال. على الحل شنو برأيك؟ نعم الحل المشكلة إذا طلعت تطلع عليك الأجهزة القمعية وتطلع عليك الأحزاب وقنوات الأحزاب يسقطون بيك. المشكلة عندنا أكو بعض الناس راح أطلع عبد صلم مقتدى وسستاني ومدري شنو، قلنا يا أبا خليك حر، هذا باك بلدك، هذا مشارك بالكعكة، خليك حر وتعال اطلع ويانا. احنا ندري بيها ما ما ماكو تغيير بالسلمية. تقول لك كلنا كلنا الفلان هذا ما يفيد وياه، هذا بال91 الضيم نزل عليهم جيش حرس الجمهوري باسبوع واحد نهى ورجعهم للخامناي. الحل التغيير، اذا ما يتغير هذولي ما يصير شارع للعراق ولا تعب روحك. تحياتي لك وسامحنا على الاطاله. شكرا لك اخ علاء. محمود من الموصل حياك الله يا محمود. محمود تسمعني؟ محمود محمود حبيب قلبي السلام عليكم. حبيب قلبي نصي لي صوت التلفزيون، اسمعني من التليفون غاتي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هذول حلهم تعرف علمك الحل مالهم شنو الحل مالهم؟ هذول اذا ما تقطع رؤوسهم يقوم الشعب عليهم. نعم. الو وياك السادي. ذول الحل مالهم الاحزاب اذا ما يقوم عليهم الشعب معاك والله وما الله محمد رسول الله. لا يلعبين انجد سناب وانجد. هذا عميل ايران طحن صالح، هذا الشيطان مقتدى الصدر اللي يقول لك تعمل شيطان اخرس. هو الشيطان اخرس من شيطان اخرس. هذا سواه وختل تحق شاقة الحصيني والنوب رايحة اليوم برلمان صار سنة ما تشكل حكومة. هذا بالعبراها والله يضحكون على امريكا ويجيبون امريكا ويودون امريكا ثم ما عبروا انه مالهم بنوا القواعد من طرطوس وسيطرة الروس وإيران على العراق وسوريا والأردن ولبنان. إحنا قاموا يضحونا بالطيارات عادي أما أنت الله راحت غرطة سوق الصفارين. شلون لعبوا بينا عاملة ولعبوا بذولا متظاهرين؟ شلون لعبوا بيهم؟ راح يلعبوا بينا أنجز يعني ردهم بأول بأول. ما حد يقدرهم. قهاني يومية بالعراق، قهاني يومية بالعراق. امريكا سلمت لايران خلاص تسحب نفط ليبيا ونفط العراق ونفط السعودية وما تتفرج علينا، تعطينا سلاح تذبح ناس اسلام. الله لا يوفقهم الجاهلية هذا اليوم، الله لا يوفقهم. اللي ضربوه حتى ما كركوك وضربوا ديالة وضربوا تكريت هقام بطيارة تضربونهم ذبحون مثل ذبحون الطيارة. هذه حكومة اليوم برلمان صار سلمة تشكل حكومة؟ ماكو حكومة تشكل؟ كل من يدور حكومة بكيفهم؟ كل من يدور شغلة بكيفهم؟ هل صارت نزلة مع الولاد؟ شو لعبهم بتبال؟ كم أسل؟ يعني تضحك عليهم أمريكا والدول، تضحك عليهم بريطانيا وألمانيا والروس وإيران. وصرنا عبر سوريا البعض روسيا يدفعي كان الجانب أخر ما كان الجانب ما يطلع هذول عند الإيرانيين الفرس اللي دمروا اليوم سبع دول ثمانية. أنا ممنون وشكرا منك. شكرا لك أخ محمود. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أولا يا أخي الكريم نعزي بلد العراق ونعزي كل وطني بهذا التاريخ الذي يشهد تاريخ جراح العراق. ولا عزاء لحكومة المنطقة الخضراء ولا عزاء لحكومة الشرق
في إيران. عزاؤنا للشعب العراقي الذي رفض الاحتلال بوسائل شتى. أما حكومة المنطقة الخضراء والحكومات المتعاقبة أقول لهم لم نشهد أخس منكم على مر التاريخ. لم نشهد أخس منكم على مر التاريخ يا من فرحتم باحتلال بلدكم. لو تتصفحت تاريخ البشرية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين كل محتل له الحق أن يدافع عن بلده وعن ديني وعن وطني وعن عرضه وعن كرامتي وعن خبثتي. ولو سألت مختلف الدول عن احتلال بلده لقالوا يحق لكل محتل أن يدافع عن بلده بمختلف الطرق الشرعية. أما الخفة والوقاحة والوضاعة التي تمتعت بها حكومة المنطقة الخضراء ومن لف لفها التي فرحت بالاحتلال الذي أسقط حكومتهم بحجة ماذا؟ بحجة أن الاحتلال جاء للقضاء على أسلحة الدمار الشامل أو بحجة أنهم جاءوا لتخليص الشعب من الدكتاتورية الطاغية كما يزعمون. سألت مرة أحد الأمريكان وكان في المشاة قلت له أتيتم بالعراق لكي تخلصوا العراق من 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 طغيان صدام؟ قال نعم. قلت له إذا كنت حريصا على الشعوب فلسطين التي تعرضوا للإرهاب الإسرائيلي عندما أراد مجلس الأمن أن يصدر قرارا في أحد الأيام لكي يلجينا الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني استخدمت أمريكا حق الفيتو. ما هذا التناقض؟ أنتم أتيتم اليوم لكي تدافعوا عن الشعب العراقي ولكي تعطوه حريته. الخدعة التي خدعوا بها العالم وخدعوا بها كثير من السذج أنهم أتوا لنشر الديمقراطية. يا أخي الكريم يا سيد الكريم الديمقراطية والعدالة والحرية لا تأتي على ظهور الدبابات. الديمقراطية تأتي بالإصلاح تأتي بالتغيير تأتي من الداخل. أما هدف الأمريكان فأتوا لأهداف اقتصادية وأهداف دينية. هم ومن تآمر معهم من حكومة إيران الشرقية فنقول لهم هذا الجرح لن ينساه كل غيور كل غيور في هذا البلد. لن ينسى أن يوم 19 من شهر آذار هو يوم بداية الجراح ولن ينسوا أنهم محتلون سواء من أمريكا أو سواء من جمهورية الشرق من قبل إيران. ولا ينسوا أنهم في ظل احتلال وبإذن الله يأتي اليوم الذي يرحل هذا الاحتلال الإيراني الشرقي بسواعد الغيارة. وشكرا لبرنامجكم. حياك الله أبو سمية. أبو مروة من كربلاء حياك الله. أبو مروة تسمعني؟ يبدو أنه أبو مروة انقطع الاتصالات. منا ترجع لنا يا أبو مروة حتى نسمع رأيك بالموضوع. مشاهدينا الكرام يعني واحدة من الأشياء اللي نحب نذكرها أنه لم تصدر أي إحصائية رسمية حول أعداد الضحايا اللي سقطوا نتيجة الغزو الأمريكي في عام 2003. هيئة الإذاعة البريطانية في الأول من آيار عام 2003 طلعت بتصريح وقالت أنه الأرقام التي تنشر ربما تكون أقل من الواقع بكثير ويعود ذلك إلى احتمالية عدم التبليغ عن العديد من القتلى وعدم تسجيلهم من قبل المسؤولين ووسائل الإعلام أو عدم استطاعة وسائل الإعلام من الوصول إلى المناطق التي سقطوا فيها. خمس نتائج أساسية تعتبر هاي النتائج هي يعني ما حصل بعد عام 2003 أو النتيجة اللي وصلها العراق. النتيجة الأولى هي إبعاد العراق عن الساحة الإقليمية والدولية. فاليوم العراق إذا تابعون وضعه إقليميا لا وجود لشيء اسمه العراق، دوليا كذلك. في أبسط شيء اليوم يعيش العراق تجدون أن العراق في أسفل القائمة، متذيل القائمة دائما ومتصدر القوائم الدولية والعالمية وقوائم الأمم المتحدة في الفساد، في الفشل، في السوء، في أسوأ مدينة للعيش، أسوأ نظام تعليمي، أسوأ نظام صحي، تلقوه هو في المراتب المتقدمة. أما في الأشياء التي تهم الشعب العراقي فتجدوه دائما
متذيل القائمة. أبو مروة رجع لنا، حياك الله يا أبو مروة. ما أخي الله يحييك، شكرا جزيلا. حياك والله الله يا أخي، دنعيش تاريخ أسود، دنعيش ذكرى حزينة، والله العظيم دنعيش ذكرى حزينة على العراق تمر هذه الأيام مع الأسف. يا إحنا هاي الأعمار عشنا قيم وعشنا أخلاق وعشنا ابتراح، وإذا العراق انقلب 180 درجة يا أخي، خلقه وجيل مع الأسف، جيلنا راح، أهلنا راحوا القدماء مع الأسف، وإحنا اليوم بنباوع هذا البلد الحبيب، انقلب يا أخي انقلب ويجي على الطعنة بالعكس. هذا اللي كل خلقه هي أمريكا، لعنة الله على أمريكا، لعنة الله على أمريكا. أثبتت أمريكا حتى لا قيم لا أخلاق حقوق إنسان، قد ما اجت بحجة واهية وكاذبة وقال تريد ان العراقيين يعيشون لانهم اهل حضارة، لكن هي هاي العيشة الحرة الكريمة، هي هاي العيشة الحرة الكريمة اللي وجدتونا اياها. والله لو اكو محاكم دولية عادلة لا نحاكم هذه الدولة، لان سلمت العراق على طبق من ذهب لكل من خب ودب. هذه مو اخلاق، ابدا مو اخلاق دول. تقولون احنا دولة مؤسسات ودولة اخلاق ودولة عدالة، هاي العدالة تخلي بلد محترم، بلد الجامعة العربية وبلد مشترك بكل المحافل الدولية والى حدوده والى كرامته والى سياسته. اليوم اصبح العراق ايش اصبح العراق؟ والله فوضى، والله مهزلة مع الاسف. والله العظيم انا بهذا العمر اقول الهي اخذ عمري وخلصني من هذا اللي دا اشوفه بعد اللي دا ننتظره، الله اعلم شنو. والله دا نعيش يعني يا عالم يا ناس، ما المن تنادي يا جامعه العربيه يا حكام العرب، ليش بلدكم العراق هالشكل صار؟ هذا العراق يستاهل؟ هذا العراق اللي وقف بكل صغيره وشغل القضايا العربيه، واذا تبارعون شقيقكم العراق ليش هالشكل اصبح؟ هو زين لكم العراقي لما يصبح الشكل زين لكم؟ والله الخزي والعار كل من عاف هذا العراق. شكرا لك العزيز. شكرا لك أبو مروة. أبو مروة يقول العراق الذي كان في الجامعة العربية والعراق الذي كان يشترك في المحافل الدولية، فقط يعني للتنويه، العراق مو بس المحافل الدولية والجامعة العربية، العراق أحد الدول الأربعين اللي وقعت على قانون إيجاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أحد مؤسسي الأمم المتحدة. العراق اللي كان موجود في كل شيء، العراق اللي دافع عن العروبة، العراق اللي دافع عن كثير من البلدان، العراق اللي شارك في أغلب الحروب العربية، العراق اللي صدر العلم وصدر الثقافة إلى أكثر من مكان، وسمي العراق بجمجمة العرب. لكن اليوم تشوفون حال العراق. المهم النتائج الأساسية اللي حصلها العراق من الاحتلال، اولا قلنا بعد العراق عن الساحه الاقليميه والدوليه، واليوم انه احنا المشكله الدبلوماسيه تستمد حسب ما جون برينان الخبير الدبلوماسي الامريكي يقول ان المشكله الدبلوماسيه العراقيه من كون حكام بغداد بعد عام 2003 لا يرون غير الطائفه التي تستمد شرعيتها من ايران والتي تدعمهم عسكريا وماديا لتحمل رايه السياسه بيدها، وهذا دليل على ان العراق لن يقوم له قائمه حسب قول جون برينان مواني. مهم النتيجة الثانية، حل الجيش العراقي وإخراجه من المعادلة العسكرية في المنطقة نهائيا. ثلاثة، تفكك العراق مذهبيا ومجتمعيا، وهذه أخطر نتيجة للاحتلال الأمريكي، لأن قبل عام 2003 لا كان العراقي يعرف شيء اسمه طائفية، ولا كان العراقي يتكلم شيء اسمه طائفية، ولا كنا نعرف أنه العراق مكون من الكثير من الطوائف. مو كل العراقيين ما يعرفون، أكو هواية من الكتب كتبت أنه هاي فسيفساء تزين العراق، عبارة عن مجموعة من الطوائف والأديان متعايشة متآخية متآصرة عايشين سوية مرتاحين، ما كانوا يفكرون هذا شنو ذاك شنو. كنا صغار بالمدرسة نستغرب لما ذكرتها قبل مرة وراح أذكرها،
طفل يطلع فيه في درس الدين الإسلامي تحديدا. بعدين من كبرنا افتهمنا أنه هذا مثلا صبي ديانة أخرى فيسمحوا له أن يخرج، وأكو هواية من الإخوان الصبة حياهم الله وعلى روسنا ما كانوا يطلعون في هذا الدرس، بس ما كنا نفرق بيننا وبينهم نهائيا نهائيا ما كنا نفرق. فهي أخطر نتيجة احنا حصلناها، انه تفكك العراق مذهبيا وتفكك المجتمع العراقي وراها، والدليل التفكك اللي نعيشه اليوم ونتائجه. فأنتم شلون تنظروا له؟ أخوي عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أفهم، بالنسبة للغزو الأمريكي للعراق هذا مدعوم من دول إقليمية، والمقصد من عدة والهدف من عدة هو تفتيت وتشتيت للشعب العراقي. إحنا عشنا يعني على طول سنوات العمر اللي يعني عشناها بالحياة، بطلنا ما نعرف لا نعرف الطائفية ولا نعرف يعني اسم العصرية والتفرقة يعني صراحة يعني اللي كان يحكي يعني هذا مسيحي هذا صبي هذا سني هذا شيعي، يعني صراحة يعني يصير عندنا مثل التعجب شو جاي يحكي هذا حقيقة. يعني أحكي لك لأنه أنا واحد من الناس، أنا حسب الوظيفة باسي مريت الولايات يعني محافظات العراق، نعم ما عندنا النفس، ما موجود النفس الطائفي نهائيا. بالتأكيد انت كل الزيان يا أستاذ أفل اللي كان يعني يحكي بالنعرات الطائفية شنو مصيره، لكنه الاحتلال الامريكي استطاع بهل هل عبد الرزاق انا يحضرني سؤال هنا حتى انت واني نعرف الاجابه عليه بالتاكيد، بس مثلا الشباب الصغار بعمر اليوم نريد نوضح لهم هاي النقطه. ليش ركزت قوى الاحتلال بالتحديد الولايات المتحده الامريكيه على قضيه الطائفيه، بحيث أنه فتتت المجتمع العراقي ما بين سني وشيعي وكردي وعربي وتركماني وصبي ومندائي وهذه ويزيدي وباقي الطوائف إذا لم أذكرها أو تناسيتها أعتذر منهم؟ ليش ركزت على هذه القضية بحيث أن تكون طائفية ما بين أبناء الشعب العراقي وقسمته؟ أستاذ أفل، هو أخطر تقسيم للشعوب والمجتمعات، وعندما يكون التفرقة أو العامل الطائفي موجود، وهذا احنا نعرف البريطانيين دخلوا العراق اشتغلوا على مبدأ فرق تسد، فشافوا أفضل لأنه البريطانيين ما اجوا للعراق شافوا وجود ناس متخلفة ومناس يعني العقل مالتها متحجر، فيتأثر بالسيد الفلاني ويعني مع العلم القرآن القرآن الكريم هو أخلاق وهو يعني مبدأ تعاليم للإنسانية زين لا فرق إلا بالتقوى، لكنه مع كل الأسف البريطانيين خلقوا عند المجتمع العراقي الدونية اللي هي تفرقة يعني بين الجنس نفسه، يعني هذا سيد وهذا عامي يا أخي، وإحنا كنا من تراب. اشتغل البريطانيين على مبدأ فرق تسيط واشتغلوا على المبدأ الطائفية، لكنه مع كل هذا وذاك العراقيين عاشوا حياة يعني تسوتها الأمين وتسوتها الأمان والمحبة يعني صراحة، لكنه بعد 2003 بعد قدوم الريح الصفراء اللي ممزقت شعبنا وممزقت بلدنا هو العامل الطائفي اللي اشتغلت عليه الدول الإقليمية ومع المحتل الأمريكي، لكنه إن شاء الله نتأمل بالشعب العراقي اللي بثورة تشرين أكد للعالم بأنه إحنا شعب واحد وما نهتم لا للطائفية ولا نعترف بالهويات هذه المزيفة، أكرر بأنه إحنا عراقيين
ويبقى شعبنا ووطننا واحد ان شاء الله. تحياتي للسادة. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو ياسين من بغداد حياك الله. تحياتي لك اخوي الى قناة الرافدين. حياك الله يا غالي. اخي هو قبل امريكا وقبل ايران وقبل كل دولة تكره العراق وقبل هاي القيادات هاي التافهة اللي امريكا جابتها، احنا اكو مصيبة سودة هو الشعب. يعني هسه عندك مقتدى اكثر الشعبية هي اله، عمار الحكيم اله، هذول كلهم عراقيين وراء. يعني هو اللي دمر البلد قبل هذول كلهم هو الشعب. يعني الشعب يعني بال 2003 لو واقف وجوه القيادات وجوه امريكا وايران ما نوصل هالمرحلة. بس اخي ناس مع احترامات للناس الطيبه، ناس باعوا بلدهم يعني بثمن قليل. يعني انا ذاك يوم شفت والله شفت مقطع بالشارع، هذا صوره مقتدى خلينها جداريه ايش كبرها، لازم له تفزع وجاهه يغسل بالصوره. انت من تغسل بهالصوره غير كون مستفاد من راعي هاي الصوره، غير كون مستفاد امن وامان وزراعه وصناعه وشوارع وجسور وسياده. يعني هو هذا شو مسوي انت اللي جاي تغسل بصورته يا تافه؟ هو هذا اللي يخدم بالصورة. انت ايش مستفاد؟ لحيتك كبرها ولابس له شفطة ولابس له برمودة وشكله حيل مغزز. يعني هو يعني صراحة أطباعه وشكله يلوق لها الصورة هاي، لأن رأي هالصورة هذا هم تافه مثله. زين انت حتى نرجع القيادات، انت القيادات من اللي جيتونا من 2003 باسم الديمقراطية، خلي شوية أفهم الشعب اللي نايم مو الواعي. هي ترى ما أدوا بالديمقراطية، هو دم انقراضي، دم انقراضي فرطول دم الشعب، بس الشعب عطالهم ديمقراطية، دم انقراضي فرطول دم الشعب ووقعوا المباني. يعني حتى غير ما خلص من القيادات، انتوا تقولوا احنا رجال الدين وحزب الدعوة وحزب المعرف شنو، مو هجمتوا للبلد. هو كل إنسان ما تثبت ما يثبت لسانه، اللي تثبت افعاله. وهم كل انسان هي حقيقته هي افعاله، شو بيسووا بالبلد؟ فهي امريكا جابتهم على مود يسوون طائفيه ويقسمون الشعب. يعني ليش امريكا تقسم الشعب؟ يعني اقوى دوله هو العراق، يعني هو البوابه الشرقيه، فيريدون يقضون على البوابه الشرقيه على مود يبلشون بعد بالدول المحيطه بينا. وهذا صار اخي شفناه صوره وصار. يعني انتم من اجيتونا باسم الدين والحمد لله الله كشفكم، مو شعب، الله كشفكم والله عرف الناس بيكم وعرف يا قياده اللي هي سلوك لها الشعب. اي قياده سلوك لها العراق والشعب؟ يعني شوف العالم اللي كانت تكره هناك ذاك النظام، احنا ما نريد نجيب سيرته، بس شوف الشعب هسه اكثر الجنوب جاي يترحمون لذاك النظام الوطني. ليش هيك انتم؟ اذا شنو افعالكم سوداء؟ دمرتوا للبلد. يعني بغداد هي احلى محافظه، تعال شوف بغداد، بغداد دمروها، تجاوزات سمحوا للعالم المحلات، سمحوا للناس تبني وين ما كان بالشوارع. اخي هذا كله هذا مقصود، هذا يريدون يدمرون العراق ويدمرون هالمدينه هاي الحلوه، مدينه بغداد. روح شوف شارع الرشيد، روح شوف كلها، يعني كلها مشموله بالذل، هذه يسمونها دمار شامل. واكو ملاحظه بدي اقول لك فيها اخي. نعم. الو اخي، عندك القناه يعني صوره ماكو بس صوت، مش عجب يعني. والبارحه يلا طلعنا احنا بس صوت، كانت ماكو قناه، مش عجب يعني. شو نصور صوره وصوت؟ ابو ياسين انتوا غيرتوا على نظام الاتش دي لو لا؟ والله ما اعرف، هي يعني مالتكم بالبيت طلعنا، بس طلعت لنا بس الصوره. من ايش وقت عندك هاي المشكله اخوي العزيز؟ ها؟ من ايش وقت عندك هاي المشكله؟ هاي اليوم، بس قبل كانت لا صورة ولا صوت، يعني هاي قبل فترة. أنا راح أقول لك السبب. احنا نوهنا أكثر من مرة أبو ياسين أنه نظامنا أو البث مالتنا على نظام الأسدي راح يتوقف يوم 28/2. فعليا تحول بثنا على نظام الأجدي حتى تكون الصورة أوضح يمكم وعيون الناس ترتاح بها، وهو النظام الجديد. فلما تحولنا على هذا النظام أي واحد ما حول انلغت يم الصورة. فكل اللي عليك اخويا العزيز ترددنا هو نفسه. اذا يمك واحد يسجل لك اياه او ورقه وقلم، عندك 10727 افقي تسجل يمك. نعم حاضر. تسوي اعاده بحث عليه مباشره ترجع لك اخويا العزيز.
ها اشكرك اخوي حياك الله. العفو العفو غاتي العفو، اشكرك واشكر كل متابعين قناة الرافدين وكل أصدقاء البرنامج، شكرا لهم، شكرا لك أبو ياسين. النتيجة الرابعة اللي حصلناها من الاحتلال اللي هو الفساد اللي أتى على كل مقدرات الدولة العراقية واللي نهب ثرواتها. وإذا تردونا نحكي بالفساد فمو اليوم، نفس تاريخ هذا اليوم السنة الجاية ما راح نخلص، حسبوا كم حلقة لعد، لأنه ماكو مؤسسة اليوم بالعراق ما بيها فساد، ماكو شيء اليوم بالعراق ما بيه فساد، من منصب، من وظيفة، من مدرسة، من تجارة، من زراعة، من صناعة، من كل شيء. كل شيء اليوم بالعراق هو عبارة عن فساد. اليوم ما انتشر بالعراق شيء بعد عام 2003 وبعد الاحتلال غير الفساد، فساد الأخلاقي والفساد المالي والفساد الإداري والفساد الحكومي والفساد المحاصصي، كل أنواع الفساد اليوم احنا نعرفها، وكل أنواع الغش موجودة اليوم بالعراق نتيجة دخول الأمريكان ومن لف لف الأمريكان إلى هذا البلد. النتيجة الخامسة اللي هي تراجع الصناعة والزراعة. الصناعة والزراعة أو عبارة صنع في العراق انفقدت من عام 2003 لحد هذا اليوم. أي شيء غلاس جوا مكتوب صنع في العراق انفقد اليوم بالعراق، أي شيء، نتيجة أنه هم يردوها بهاي الصورة. والدليل على ذلك كلمة وزير الصناعة الأسبق اللي قال بيها أنه أي واحد يجي يلزم وزارة الصناعة يقول له للمعامل والمصانع العراقية ممنوع تنفتح أو ممنوع تفتح موضوعها أصلاً. الدخل القومي العراقي كان تشكل منه الصناعة العراقية 14%. بوقتها يعني في زمن 2003 14% من قيمة الدخل القومي، والعراق في حصار شديد، منع العراق من استيراد كل شيء، كانت تعتبر هي الأفضل مقارنة مع دول الجوار. شهدت انتكاسة بسبب أنه ما حد قام يرضى يشتغل بالعراق، دعم المنتج المستورد، دعم كل شيء خارجي، دعم كل إنتاج يأتي من إيران، في مقابل هي إيقاف الزراعة وإيقاف الصناعة. واليوم أكو مشاريع لنهب الأراضي الزراعية وتقطيعها وبيعها على أنها أراضي سكنية وأراضي تجارية، بسبب أنه ما يردون شيء للعراقيين يستفادوا من عنده، إن كان بالزراعة وإن كان بالصناعة. ليش؟ حتى يتحول العراق، وفعليا هو تحول، مستهلك بنسبة 100%، يستورد كل شيء، يدفع جمارك على كل شيء، وما عنده شيء يزرعه ويأكله، وما عنده شيء يصنعه ويصدره ويفيد أبناء بلده بالدخل اللي راح يجي من التصدير، ويفيد أبناء بلده من إنتاجه. بالنسبة إلى رسائل الواتساب اللي وصلتني اليوم، مع الأسف هذول حثالات يحكمون العراق، عراق الكرامة، عراق الحضارة، يعني أنتوا من يام الله ومنين جيتوا علينا، بس الله موجود هو اللي ينصرنا عليكم، يا ما تستحون يا عديمي الضمير والإنسانية، ابن العراق من صلاح الدين. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أبو حيدر من كربلاء. تحياتي لكم ولقناة الرافدين البطلة، صوت العراقيين الأحرار، صوت الثوار. لعن الله أمريكا ومن أتى مع أمريكا لتدمير العراق، لم نستفد من الاحتلال الأمريكي للعراق سوى الدمار والخراب والقتل والتهجير والأسرى من هذا الاتيان بطبقة، والأسوأ من هذا الاتيان بطبقة سياسية فاسدة طائفية قتل عملاء لإيران. إن شاء الله الثورة قادمة لطرد الاحتلال الأمريكي والإيراني وعملائهم، بالأخص العملاء الذيول المالك العامر الخز عليها وهؤلاء ومن تبعهم من الأنجاس الذين كانوا يقاتلون الجيش العراقي مع الخميني الدجال. رسالة أخرى، السلام عليكم قناة الرافدين، أستاذ أفل، شلون المواطن يعاني من الحكومة ببغداد؟ هم حكومة كردستان تأخذ حصتها من بغداد، ما يوزعوا للموظفين في كردستان. أخ العراق كله خربانة من البصرة للشمال العراق. وشكرا فاتن من ألمانيا. مشاهدينا الكرام، في عام 2003 فجأة صحوا العراقيين، أو عفوا صحوهم
في فجرية ذاك اليوم تحديداً 19/3/2003 على صوت الصواريخ والدمار والغارات اللي اشتغلت في سماء بغداد وباقي المحافظات العراقية بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزو البلد مع بريطانيا وأكثر من 30 حليف. بعد ذلك وعدوا العراقيين بأن تكون حياتهم رغيدة، والرغد اللي نعيشه اليوم، الأزبال في كل مكان، الأطفال متسيبون من المدارس، الأمية ارتفعت بنسبة فوق 50%، الفقر أكثر من نصف الشعب العراقي هم فقراء، أيضا الجهل، الظلم، الفساد، كل شيء اليوم بالعراق نعاني من عنده بسبب هذا الاحتلال اللي إجانا في عام 2003 قبل 19 سنة. فعليه أنتم كعراقيين استفاديتوا شيء من هذا الاحتلال أو لا؟ أتمنى تجاوبون على هذا الشيء. مشاهدينا الكرام، أشكركم لمتابعتكم برنامج صوتكم، نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة بنفس الموعد باكر بإذن الله. في أمان الله.